السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سوف أقدم لكم أفضل 5 أنميات رهيبة ومشوقة لن تندم على مشاهدتها. وفي المرتبة الخامسة الخطايا 7 منوت، أكد تبدأ قصة مجموعة من 7 فرسان مقدسين وفي بريطانيا بالخصوص التي تدور أحداث هذه القصة. ويتميز هؤلاء الأبطال على أنهم أذكياء ساحرين اتهموا بخيانة مملكة يون، ثم تفرقوا بعدها ولم يسمع لهم أحد. إيزابيل هي أميرة وابنتي الملك الثالث، تسافر في رحلة من أجل العثور على مجموعة الخطايا 7 منوت، حيث يساعدها على استيراد مملكة من قبضة الفرسان المقدسين، حيث تلتقي بميليوديس قائد خطايا 7 منوت مع خنزير المتكلم، وهكذا تبدو رحلتها. تصنف هذه القصة للأكشن ومغامرة وفانتازيا وقوة خارقة. عدد المواسم هي 3 وفيها تتكون من 54 حلقة. الرسم هو جيد، وبالنسبة للتقييم هو 8.8. وفي المرتبة 4 بوكينو هيرو. القصة هي إيزوكو ميدوريا، فتى ولد بلا أي قوة خارقة للطبيعة، وفي هذا العالم يوجد أكثر سكانه لديهم قوى خارقة، ومن لا يمتلكون قوى خارقة يعتبرون نادرين. بطل هذه القصة هو إيزوكو ميدوريا، تلميذ لا يملك قوى خارقة للطبيعة، ولطالما أراد أن يكون بطلا على الرغم من أن زملائه دائما ما يسخرون منه ويتنمرون عليه. وفي إحدى الأيام التقى بأول مايتو أقوى بطل خارق في العالم، حيث أنقذه هو وصديق طفولته باكو من الوحش الشرير، وهنا تبدأ أحداث تلك القصة. بصراحة لكم تكتشفون قصة هذا البطل التي أحداثها كلها إثارة وتشويق. تصنف القصة إلى قوى خارقة أكشن كوميديا ومدرسي. عدد مواسمها 4، عدد حلقاتها 63. الرسم ممتاز بصراحة، والتقييم هو 8.89. بصراحة كانت إيجابية من النقاد وقراء المجلة، كما حصلت على المركز الأول في الاستفتاء. في المرتبة الثالثة هو الصبي كونفليكس. يطمح إلى أن يكون صيادا بهدف البحث عن والده المتخفي، حيث أخبره صياد غريب قدم إلى قريته، فانطلق في رحلته للبحث عن أبيه والحصول على رخصة الصيد عبر دخول الامتحان الصيادين، وتجاوزا الصعاب العديدة التي كانت تواجهه وبمساعدة أصدقائه الذي التقى بهم خلال رحلته. تصل أحداث القصة إلى حين ظهور ملك النمل ميرويمو، حيث يسعى فيها أبطال القصة إلى القضاء وإزالة الخطر المحدق الذي يهدد البشرية. شيء طبيعي أن تتميز القصة بحبكة فريدة من نوعها، ففيها اعتمد المخرج على بعض من الأخلاقيات كأساس لها مثل الشجاعة والصداقة. وتنقسم القصة أيضا إلى عدة أجزاء، كل منها يمثل مرحلة معينة تتميز باختلافها عن باقي الأجزاء أو بارتباطها معا في الآن نفسه. وكما هو متداول فإن القصة اكتسبت شعبية كبيرة لدى الناس، إلى أن توقفت المانجا عن النشر نظرا لإصابة الكاتب تشو غاي بمرض منعه من استكمال عمله. تصنف القصة إلى أكشن مغامرات فانتازيا قوى خارقة. عدد مواسمها هي 1، عدد حلقاتها هي 92، بالإضافة إلى 3+62 حلقة أوفر. أهم ما يميزها هي طريقة الرسم في المانجا، وبالأخص التفاصيل الدقيقة من ناحية أشكال الأسلحة وملابس الشخصيات، حيث صممت لكي تتلائم مع البيئة الشخصية وخلفيتها، وإضافة إلى المناظر الخلفية. كل هذا أدى إلى إثارة انتباه المتتبعين للهند. التقييم هو 8.89. في المرتبة الثانية ناروتو. القصة هي قصة نينجا المراهق ناروتو أوزوماكي، الذي وجد نفسه منبودا من قبل سكان قريته بسبب الكيوبي الذي بداخله، وبذلك وضع نصب عينيه أن ينال لقب الهوكاغي، وهو اللقب الذي يطلق على قائد القرية
وأقوى نينجا فيها. تنقسم القصة إلى جزئين، الأولى بعنوان ناروتو. تبدأ القصة بمهاجمة الثعلب الأسطوري ذو الديول التسعة، أو كما يطلق عليه باليابانية كيوبي، تسعة ديول في قرية كونوها، قرية قتل فيها العديد من سكانها وعاث فسادا في أرضها. تصدى له الشهاب الهوكاغي ظل النار، واستعمل تقنية ختم به كيوبي في جزء المولد الجديد. الرمامة في هذه القصة هي رحلة ساسوكي بعدما غادر قرية من أجل اكتساب قوة كافية لانتقام من أخيه إيتاشي أوتشيها الذي قتل كل أفراد عشيرته، وفي الجانب الآخر سعي ناروتو لاسترجاع صديقه ساسكي إلى القرية بعد صراع ومعاناة دامت على طول القصة تقريبا. وفي الجزء الثاني بعنوان ناروتو تشيبودن، وفي هذا الجزء تعالج القصة عودة ناروتو إلى قريته بعد سنتين ونصف من التدريب على السيد تشيرا. تقرر تسونادي أن تكون فريقا من ناروتو وساكورا وكاكاشي ليذهب لمساندة قرية الرمل حليفة كونوها في محنتها مع الأكاتسكي، إلى غير ذلك من الأحداث المهمة في هذه القصة. عموما هي قصة مليئة بالأحداث المحورية على خلاف الجزء الأول، وكلما تابعت مشاهدة القصة إلا وانغمرت في التشويق والإثارة، وأنا شخصيا معجب بهذه القصة كثيرا. تصنف القصة من الأكشن مغامرات كوميديا دراما وخيال. عدد مواسمها هي 2، عدد حلقاتها 220، الرسم هو جيد، التقييم 9.12. أيضا هي إيجابية من النقاد وقراء المجلة، كما تصدرت ضمن الأوائل في تلك السنة. Big and strong. Don't forget to make friends as well. وفي المرتبة الأولى تدور قصة طوكيو غول حول كون كانت، وهو طالب جامعي ينجو من حادثة مميتة مع ريزي كاشمي، وهي الفتاة التي خرج معها في الموعد، ولكن كشف لاحقا بأنها من الغيبان. كون كانيكي ينقل إلى المستشفى بحالة حرجة، وبعد تعافي يكتشف بطريقة ما أنه خضع لعملية جراحية حولته إلى نصف الغول عبر نقل بعض أعضاء ريزي إليه قبل موتها. تجري أحداث القصة طوكيو غول جاك في الماضي، وتدور حول كيشو أريما وايتشاي فورا في فصل الشباب ولقائهم الأول أثناء التحقيق في حادثة مقتل إحدى أصدقائه، الأمر الذي يدفع فورا لاحقا الانضمام إلى أريما في وكالة مكافحة الإجرام. تصنف القصة من فانتازيا مظلمة وغموض. عدد مواسمها هي 4، عدد حلقاتها هي 48، الرسم صراحة رهيب جدا، التقييم يؤول إلى 8.5.